بالفيديو السابق تعلمنا نجمع أغراض مثل بعضهم، نقسمهم لعشرات، كل عشرة لوحدهم، نكتب حدهم عشرة، نعد العشرات تنعرف العدد النهائي. اليوم رح نتعلم نعد من عشرة لعشرة بطريقة أوتوماتيك، دو ديس أن ديس. بدي منكم تسمعوا منيح وتعدوا معي. عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين، مية. ديس، فان، ترانت، كارانت، سنكانت، سوسانت، سوسانديس، كاتروفان، كاتروفانديس، سان. بهيدي الطريقة لما منجمع عشرات، هوني حطينا كوب كل عشرة لوحدهم، منرجع منعد العشرات. كم عشرة عنا؟ رح نعدهم سوا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ست عشرات يعني ستين كوب أو سوسانت كوب. الطريقة اللي تعلمناها اليوم رح ننفذها هلأ. منقول عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين. ديس، فان، ترانت، كارانت، سنكانت، سوسانت. هي الطريقة الأسرع لما منحفظهم منيح ورا بعضهم بنصير نعد بشكل أسرع. انتو بدوركن لاقوا الطريقة يلي بتحبوها تكتبوا فيها دو ديس ان ديس من العشرة للمية. فيكن ترسموا، تزينوا، تبعتوا لنا اياها.